بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم. أنا النقيب إياد سعود الديك من مرتبات الكلية الجوية، وأعلن انشقاقي عن الجيش الأسدي وانضمامي إلى الجيش الحر كتيبة خالد بن الوليد، وذلك بسبب القمع والقتل الذي تمارسه عصابة الأسد من الجيش والأمن والشبيحة، ومنع للصلاة ورفع الأذان في مدينة الرستن وغيرها من المدن السورية. وأني أدعو كافة الضباط وصف الضباط وأفراد الجيش السوري الانشقاق عنه والانضمام إلى الجيش الحر، وأني أعاهد الشعب السوري البطل بأن نبقى العين الساهرة واليد القادحة على الزناد حتى تحقيق النصر أو الشهادة. عشتم وعاشت سوريا حرة أبية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن مجند عيسى جانودي عن انشقاق عن الجيش السوري وانضمام الى الجيش الحر، وهذه اجازتي. انا مجند احمد جمال دلاتي اعلن انشقاق عن الجيش العربي السوري واعلن انضمام الى الجيش الحر. بسم الله الرحمن الرحيم، نحن المجندين من فوج 158 مدفعية صاروخية نعلن التحاقنا بالجيش الحر للاسباب التالية: ان الجيش العربي السوري قد تحول من مساره التي وهي في خدمة الوطن والمواطن إلى خدمة عائلة الأسد المجرمة. أعلننا انشقاقنا لحماية الوطن والمواطن من عصابات الأسد المجرمة والشبيحة. ندعو زملائنا الأحرار إلى الالتحاق بالجيش السوري الحر. عاشت سوريا حرة أبية، ويسقط المجرم بشار الأسد، والنصر قريب إن شاء الله. كما نشكر ثوار دمشق على دعمنا وتأميننا.